طيب مولاي احمد الجعفري، انت زميل ديالنا موجود بجامعة ديال الاقاب اقليم طاطا. اولا احكي لنا اشنو وقع في ليلة امس. ما وقع هو حدث جلل، اولا وقدر الله ما شاء وما شاء فعل. عرفنا بلان اقليم طاطا في اليوم الثاني من هذا الشهر شهد فيضانات وشهد سيول منطقة سموغ اللي أدت له فقدان العديد من الضحايا والممتلكات ديال السكينة. كانت نشرات إنذارية على المستوى الأحمر والمستوى البرتقالي اللي كتقول بلي أن طاطا عامة مواد إقليم طاطا عامة كنعرفوش حتى ديال الإقليم اللي 220,000 كيلومتر مربع اللي هو نصف مساحة جهة الشمس مسا تقريبا 44% من إجمالي المساحة ديال هاد الجهة. وبما ان كانت نشرات كتقول بلي ان بالامكان انه المنطقه تشهد نفس الحدث اللي شهدته او اقل او حتى اكثر، الا ان احيانا التهور وعدم تحمل المسؤوليه الكامله ديال مختلف المتدخلين كيؤدي لنتائج وخيمه اللي شفناها الان واللي كنعيشوها حتى لهذ اللحظه بفقدان ديال الارواح البشريه، ارواح بشريه عديده اللي حاليا طاطا كتدعى وما كفاناش اننا ودعنا ما يقرب على 20 شخص في منطقه سموق. احنا اليوم كنتحدثوا على حصيله اخرى ديال 4 وفيات و14 مفقود وانقاذ 7 اشخاص. ربما هي حصيلة فقط مؤقتة ومش حصيلة نهائية لأن الأمر يمكن أن يكون أكثر، لا أحد يعلم كم عدد المسافرين اللي كانوا على مثل القافلة. كاين تهور صراحة ديال السائق وكاين تهور ديال اليد البشرية في هذا الحدث، ولكن ما نحملوش المسؤولية وحده للسائق في الحدث جلل. وبما أن السائق تهور وخدا ديك الخطوة اللي كانت النتائج ديالها هي اللي كنشوفوا اليوم، فكاين مسؤوليات مشتركة أخرى. لأن ما يحز في النفس حقيقة في نفس أبناء الإقليم وما يؤلمنا أكثر ويبكينا أكثر هو أن فلذات أكبادنا، أباؤنا، أمهاتنا، أخواننا، إخواننا، أخواتنا ظلوا عالقين وسط السيول لمدة تزيد عن الساعة. انعدام وسائل الإنقاذ الكافية، كنعرفوا بلي أن سكنات ديال الوقاية المدنية في الإقليم كتوفر على الإمكانيات اللوجستيكية الكافية لتفادي مثل هذه الحوادث. ولكن أنا السؤال المطروح اللي كنطرحو حنا اليوم كفاعلين جمعويين أو كإعلاميين في المنطقة أو كأبناء المنطقة فقط، واش ما كانش بالإمكان أننا نستعملوا مروحيات لإنقاذ اليد البشرية، لإنقاذ الأرواح البشرية؟ ساعة من الزمن أو أكثر وهم عالقين وسط السيول وهم كيوجهوا نداءات استغاثة، والنداءات ديالهم ديال الاستغاثة ديالهم ضربت في المغرب كامل. ولكن للأسف الشديد أن كنحملوا المسؤولية أن الغياب ديال وسائل الإنقاذ الكافية سواء من طرف الدرك الملكي كمروحيات أو الجيش كان غادي على الأقل جنبنا هذا العدد الكبير ديال الارواح البشريه لو تم استعمال ديال المروحيات وتم الانقاذ ديال هاد الناس. ولكن قدر الله اكبر وقدر الله فما شاء فعل. الحمد لله على لطفه. الخسائر حاليا فقط حنايا في اليوم الاول بعد الحادث، وكان نعرفه بان في الاتصالات ديالنا بالمناطق المتضررة لأن هناك مناطق متضررة، منازل هدمت، الماشية مشات، واحات مشات. منطقة غادي نهضرو على مناطق اللي نهار بالكامل، نهضرو على منطقة بن يعقوب، عقيدير، عقيغان، كنتحبتو على إينيك، على أقوليج، على إيبو، على مناطق إيسافتن، كنتحبتو على أقا، على أكادروسو، على أيطانتر، كنتحبتو على مركز طاطا. مركز طاطا الآن اللي أصبح مركز منكوب، القمة
الشمال والجنوب ديال العاصمة الإقليم اللي هي مدينة طهطا، كنعرفوا بأن جرفة عين السيود تبع الطرف الآخر منعزل، الطريق الرقم الوطني رقم 7 المؤدية إلى طهطا عبر تلزان تشوف النقطة الكيلومترية بين منطقة إيكو و إيميتك مقطوعة جرفة تاع السيول، كنعرفو الهشاشة ديال البنية التحتية في المنطقة واللي فضحاتها هاد السيول هادي اليوم. كان إذا الناس كتعاني مفقودين، الحمد لله كنا غادي نتجنبوهم لو كان تدخل في المستوى. صراحة كنحملوا المسؤولية للجميع، لأن المكان اللي كانت تكشفوا ليه هو أن الدرس ديال سمو ما عطاناش درس، ما عطاش درس أننا كنا نجهزوا مروحيات تكون في حالة تأهب قصوى لتدخل في أي لحظة، ولكن للأسف هذا الشيء ما تمش. للأسف ما يمكن أكثر ماشي الممتلكات اللي مشات، الله يعوض كل شيء، ماشي المباني التي هدمت، ماشي القناطر اللي جرفات السيول. ما يؤلمنا وما يبكينا وما يحزننا أكثر هو الأرواح البشرية اللي كنقدموا قرابين للسيول مع كل فجعة أو مع كل جريان ديال الأودية، وإلا الإقليم كيقدم لي قرابين من الأبناء ومن خيرة الأبناء ديالو، من خيرة الأبناء والبنات ديالو. للأسف الشديد ماتوا تلاميذ، ماتوا موظفين، ماتوا أناس عاديين، ماتوا تجار، ماتوا فلاحة. للأسف الشديد أن ما تعرضت له طاطا من قدر الجلال كانت بالإمكان تجنبه لو أن كانت الإرادة الكافية عند الجميع، ولو كان أن صراحة كان الكل تحمل المسؤولية ديالو الكاملة في مثل هذه الأحداث. لما وصلنا لهذه النتيجة من هذا النسبة العالية ديال حتى 15 يوم، يمكن تحدثوا على 40 شخص تقريبا، يعني اننا ما كان الظروف كتعطانا ولكن ما كان نتلقاوهاش بشكل ايجابي. للاسف الخسائر كبيره، والحاله النفسيه ديال الساكنه حاليا ما كتسمحش انها تحصل خسائر، وكنعرفوا الطبيعه ديال الساكنه ديال المنطقه انها ساكنه مؤمنه كثيرا بالقدر، وعرفنا بان القدر جلل، ولكن لا بد نقول أن الجميع يتحمل المسؤولية، وأن المسؤولية مشتركة بين التهور وبين عدم تحمل المسؤولية من الطرف الآخر في إنقاذ الأرواح البشرية. فقط الأرواح البشرية هي اللي بقت فينا. نعم. طيب مولاي أحمد الجعفري، يعني الآن وطاطا وساكن طاطا الإقليم المترامي الأطراف بجماعته المنكوبة يحصي خسائره البشرية يعني اللوجستيكية، شنو هي المطالب الآن المستعجلة، خصوصا على أن هذه الفيضانات من المحتمل أنها ترجع، أنها تعود بنفس الحدة؟ وهذا ما تتنبأ بأستاذي الأرصاد الجوية. على الأقل طاطا في حاجة ماسة لوضع مروحيات في حالة تأهب قصوى للتدخل في أي لحظة. المروحيات أولا، ووسائل الإنقاذ أن تكون متوفرة، وتكنات للوقاية المدنية. نعلم أن طاطا كلها بها 3 تكنات للوقاية المدنية غير كافية، هناك حرائق يشهدها الإقليم سنويا. مثلا شساعة طاقة بشساعتي وبتوفرها لأكبر واحة ربما في الجنوب الشرقي على مساحة 7 كيلومترات طولا و3 كيلومترات عرضا، لا تتوفر على حتى كان للوقاية المدنية. للأسف في حالة مثل هذه الفواجع كانت بالأمس لو زادت العدة ديال الأمطار الطوفانية اللي جات، السيول اللي حملتها الأودية خصوصا واد كرجي واد أقا، لو زادت لساعة زمنية أخرى لكان الهول أكبر وكانت الكارثة أكبر، لأننا شهدنا بأن الأودية دخلت لبعض المباشر ومنها مرشال أقا بروزو اللي هو ثاني
تجمع سكاني بالإقليم بتعداد سكاني يناهز 5000 ساكنة، وكذلك بمنطقة الأيطان التي كانت تؤدي بها إلى مركز الطاقة. وكنعلموا بلي أنه إلا لا قدر الله وقع هذا الشيء، لأن العدد الساكنة كانوا غادي يكونوا هما في خطر. لكن الحمد لله قدر الله وما شاء فعل، أن الخسائر مجرد خسائر في هذه المنطقة، خسائر في الممتلكات. تجنبنا الخسائر في الأرواح، ما غاديش نبخسو كذلك، ما غاديش نبخسو المجهودات ديال السلطات اللي قامت بالتنبيه الفوري، وكانت على أهدى، وكانت حتى قامت بإجراءات استباقية في بعض المناطق، مثلا في المنطقة ديال سمو اللي عطاتهم الدرس في الامتحان الأول، كانوا قاموا بإجراءات استباقية وتنقلوا لمنطقة تام سولت، وبقوا رابطين مرابطين هناك قبل ما يجيو السيول وحضروا الساكنة وجنبهم الفاجعة. ولكن هذا ما كفيش بوحدو، لأن العتاد اللوجستيكي المتوفر بإقليم طاطا لدى الوقاية المدنية غير كافي، وهو مطلب استعجالي بإحداث سكنات للوقاية المدنية بمختلف مناطق الإقليم، خصوصا الضيافة التي لا تتوفر عليه حاليا، ومدها بالعتاد اللوجستيكي، وعلى الأقل وضع مروحية للوقاية المدنية رانا الإشارة بشفاعة هذه المنطقة، باش يمكن لها تدخل في حال هذه الحوادث اللي وقعوا اليوم واللي وقعوا من قبل في المنطقة ديال سمو قلت. للأسف الشديد هذا الشيء وقع، وكنتمنى أن يكون نهاية الأحزان إن شاء الله.